نعمل بيض بالسوسيس. يلا بينا. عندنا باكت سوسيس متقطعة ترانشات سواء بقى بالورب أو دواير. عندنا كمان 10 بيضات، طبعا عدد البيض على قد عدد أفراد الأسرة. كوباية من الجبنة الشيدر مبشورة، بصلة حمراء متقطعة جوانح، فلفل رومي متقطع برضو شرايح رفيعة، زبدة وملح وفلفل أسود. وتعالوا يلا بينا ناخد الزبدة وناخد البصل ونروح على طاسة حاطينها على النار علشان نبدأ نشتغل. بسم الله. نبدا، ابتدت تسيح اهي تسخن. يلا البصلايه تكون مقطعاها رفيع جدا عشان يدوبك على بال ما تنزل النار كده تبتدي ايه تتشوح وتستوي. هنفكك البصل من بعضه ونديله تشويحة. طاستنا التانية فين؟ سيبها تسخن عشان لو سخنت اكتر هبدل. كده حطينا الزبدة، حطينا البصل، وهنقلب البصل لغاية ما يدبل على النار. ما تعلمناش احنا من اخطائنا. المرة اللي فاتت الطاسة دي عطلتنا برضو وغابت كتير قوي، والناس خدوها بقى ايه الطشة قعدت على النار ساعة ولا اللحمة الجملي. فانا مضطرة بقى انقل. يلا حط الطاسة دي ويلا عشان نخلص النهاردة وخلي دي نقدم فيها. يلا نقلب بقى. أيوة يلا خلينا نخلص. أول ما تلاقي خلاص البصل دبل، مش عايزين نحمره ولا حاجة، احنا عايزينه بس يدبل عشان الطعم الني بتاعه ما يبقاش موجود ونتخلص منه. زي الفل. عندي بقى السوسيس وعندي الفلفل. هنزل بالسوسيس الاول واشوحه بعد ما خلاص اتاكدت ان البصل كده دبل والدنيا تمام. يلا بينا. بسم الله. جدا. هنشوح بقى السوسيس. يلا نحط كمان الفلفل. تيجوا بينا بقى ايه نرب البيض ونقلبه مع بعضه كده. ايدي البيض. بسم الله. ونديله رشة ملح وفلفل. وهنا برضو رشة ملح وفلفل كده على الخلطة اللي على النار. تمام. يبقى تبلنا الخلطة اللي على النار اللي هي البصل والفلفل السوسيس، وهنقلبها. حطينا لها ملح وفلفل. الدنيا هنا جاهزة جدا. ننزل فيها البيض ونقلب البيض ده بشوكة كده وننزله على طول. بسم الله. انا خلاص معلش، هي الطاسه بس اللي عطلتنا. حالا يا استاذ احمد حالا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وعلشان يستوي معانا على طول هنغطي كل حاجه متبله والدنيا تمام. هدي بس رشه الجبنه.
عايزين تخلطوا الجبنه مع البيض على طول تربوهم معاها مفيش مشكله، عايزين تحطوها كده على الوش براحتكم. هاخد بس غطا حكايه بسيطه خالص ويكمل تسويته. مستنيين ولا ايه؟ نعم، هو لسه تمام. هنكتفي بهذا القدر علشان وقتنا.